يا صباح الخير، يا هلا بالحبايب، صباح الورد ان شاء الله والنشاط. ما راح نقول حيوية، على الاقل شويه تغيير. يعني ما اقدر ما اعرف. انا اريد انشطكم، اريد احفزكم. واقفين الناس اللي يقولوا لي كافي وغير، ما لي احنا كل يوم نكرر، بس مو مشكله، خلاص نحاول نغير. شو نسوي؟ امرنا لله. البارحة جاني تعليق على الفيسبوك، راح يكون موضوع الحلقة مال اليوم اللي هو عنوانها، يعني بصورة مختصرة اللي كتبه هو: لعبة بناء الأجسام، لعبة الفقراء ولا يمارسها إلا الأغنياء. نقطة راس سطر. أروح هسه أشوف الكلاينت مالتي بالجيم ونرجع مرة ثانية نناقش الموضوع خلال اليوم هذا، لأنه البارحة كتب التعليق يمكن جريدة جاوبته، وكان جوابه بعد ما كتبت اني بعد اتعس من التعليق مالته اصلا. نروح نشوف ونكمل. كتبولي بالتعليقات الى حد هاللحظه هذه، وقف الفيديو، كتبولي انتم رايكم شنو بالتايتل هذه. خلينا نشوف ونكمل بعدين نناقش. هلا شباب، شلونكم؟ خلصت هسه شغل بالمكتب، ومثل ما شايفين لابس ملابس مو مال جيم، ولو هي تي شيرت وبنطرون، بس على الاقل اكو بنطرون يعني مو شورت. صار لي صراحة انا رد احكي على موضوع الملابس الشغل. عندي عادة يعني قاطن اراوس بيناتهم، وبناطير قماش، وبناطير كتان، وجينزات. ف من يساعد اجتماع مهم لازم ألبس القاط، بس للأسف القوط اللي عندي صار لي يمكن 5 سنين من مشتريها، مدى ترهم علي مرة ثانية، وكلش ضيقة دا تصير علي إلى درجة أنه دا خاف لا تنشق من مكان معين، فمدى ألبسها رح أضطر أنه أنطيها وأتبرع بيها. هسه عندي اجتماعات مهمة ومحتاج قاط ضروري جدا جدا جدا، فهسه رح اروح على رضا البير. هو صديق وابن صديق وقرايب صديق، عزيز وقريب على قلبي. كنت ادربه من اوائل الكلاينتس اللي بديت وياهم، بس للاسف راح اتزوج وخرب بعد وراها. فيا رضا، واذا تشوف الفيديو هذا، حاول كم مرة يرجع، بس الشغل مالته ماخذه تماما إلى حد ما بنى الشركة مالته اللي هسه هو رايح عليها. أني إن شاء الله رح نسوي قاط تفصال، ورح أراويكم اسم المكان، ورح أراويكم طريقة التفصال، لأنه عندي مفاجأة مهمة جدا، ومحتاج القاط قبل يوم 17 بالشهر. فقال لي لازم اروح لليوم على 11:30، هسه الساعه 11:10، فمسافه الطريق ونوصل ان شاء الله. نشوفكم القاط اللي راح نختاره ويا لون، وان شاء الله نفصله ويقعد حلو للمناسبه المهمه والاجتماعات الجايه وراها، فنقدر نستخدمه. هو واحد راح اسويه هسه، ونشوف شلون. هذا حلو طلع، نسوي مره ثانيه. هذا المحل قلت لكم عليه، السترة راح تكون مثل هذه، بس مو هاللون هذا، انتظروا تقريبا هيجي لون. بدلت طبعا، رايح للجيم هسه. هذا الشكل مال السترة راح يكون هذا الستايل. انتظروا، خلصنا، اتفقنا،
مؤثرة أكيد. وصلت للبارك، بس راح أراويكم نماذج السيارات اللي تطبق عندنا. أوكي، هذا المسكين إيش جابه هنا؟ علي أنا المسكين، تريدوني أجي أطبق هذا الجمال؟ طبعاً هاي العلامة مالته. تريدوني أطبق وألقى مكان؟ طبعاً الأولوية للسيارات هذه، أنا يفضلون إنه السيارات تكون الحلوة يخلوها كواجهة مثل الدعاية للمكان بالفنادق من تروحون، دائماً يخلون هاي السيارات حتى تستقطب السياح ياخذون صور وهذه. فبهالطريقة هذه المكان يشتهر والمكان يوصل بالسوشيال ميديا بالدعايات، طريقة الدعاية يعني غير مباشرة. صراحة ما أعرف حتى أساميهم لهاي السيارات، يعني أعرف إنه هاي لامبورغيني، هاي فيراري، وهذه رولز رويس، وهذه جي مرسيدس، بس أكو بها أسامي مو بس هذه يعني. فأني هاي التفاصيل اللي ما أعرفها صراحة. المهم أعرف تفاصيل العضلات، أعرف التمارين العضلات شلون ترتبط، الأكل، الوجبات اللي هي أهم، الصحة أهم، لو الفلوس أهم. كتبوا لنا بالتعليقات خلينا نشوف. نجي على الموضوع اللي حكينا به أول ما قعدنا الصبح، اللي هو أنه لعبة الحديد هي لعبة الفقراء، يمارسها الأغنياء. هاي السيارات اللي تشوفوها هم كلهم أغنياء صراحة. صح، ممكن أنه يجون ويجوز عندهم الإمكانية المادية اللي أنه يدفعون اشتراكهم بهذا الجيم ويدفعون اشتراك المدرب الشخصي اللي يجون، بس صراحة ما شفت التزام من عندهم ويريدون بفلوسهم هذه يشترون الجسم اللي الإنسان ممكن خلينا نقول نسميه الفقير مثل ما هو، إذا أردنا نسميه فقير وغني، الفقير اللي يصرف على نفسه التعب اللي الغني ما يقدر يصرفه، الاجتهاد اللي الغني ما يقدر يصرفه، المواظبة والالتزام والأمور هذه اللي الغني يفكر بفلوسه يقدر يشتريها. صراحة هي مو لعبة الفقراء يتقنها أو يمارسها الأغنياء. أنا ما أقول، ما أعمم الموضوع على الكل، أكو هواي من الناس اللي أدربهم يعني خلينا نقول نسميهم الأغنياء، لا، عندهم هالالتزام هذا وعندهم هالإصرار والعزيمة أنه يوصلون إلى مراحل. يجوز هذه الفلوس اللي عدة تفيده شوية أنه تنقله إلى مرحلة إضافية، بس صراحة الأغلبية الناس اللي ما عدها من العدم، مثل ما أنا بديت بالقوطية النيدو كنت أعبيها رمل وسمنت حتى أتمرن بيها، لأنه ما كانت عندنا جمات، ما كانت عندنا فلوس أنه نشتري مثلا جم أو دنابل أخليها بالبيت لعدم الوفرة مالتها، ما كانت موجودة مو بسهولة مثل ما هسه موجودة بكل مكان بصراحة. بس رغم كل هذا الشيء كنت أخلي أتذكر الكاونتر، الكورنر مع الكاونتر بالمطبخ، وأسوي غطس اللي يسموها برليت بالعراق أو يسموها دبس بالإنجليزي، هواي لها أسامي، كنت تشغل الصدر بيها، أسوي بوش أبس، أجيب لي أي شغلة اللي المهم، لأنه الحافز هو الأكبر من الأعذار اللي موجودة عند بعض الناس أنه والله ماكو شلون. وهذه الإصرار يولد العجائب ويولد التمارين، تقدرون تسوون كل شيء. على العموم ندخل ونكمل الموضوع هسه، بس خلينا نلقى بارك، حبيت أفتح الموضوع هذا وياكم قبل لا ندخل للبارك. أتصور واحد راح يطلع، خلينا نشوف شنو سيارته. هذا راح ناخذ مكان أبو الفيراري، بس هذه الفيراري شنو؟ أحد يقدر يعرف إن هذه شنو هي الفيراري؟ خلي ناخذ مكانه هسه والله كريم.
الساعة بالخمسة، كانت مال الخمسة متأخر، فجيت أكل وجبة سريعة. كان حمس مو طبيعي، واحد فوق الثاني خلال الفترة هذه اللي فاتت. مدينة جتي شربت قهوة وياي خلال خمس دقائق بس شفتها وطلعت راحت، ما حتى ما لحقت تتمرن، قلت لها ما راح أقدر أدرب لأنه يعني ضغط 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 مو طبيعي. فهسه كمل الوجبة مالتي وأروح، يعني حتى مثل ما تشوفون شعري خربط بسبب أنه طول خلال هالفترة هذه، وبسبب أنه مدى ألحق بصراحة حتى ألزم الشغل وناسيكم تماما، مدى أقدر أسوي الفيديوهات وأصور لكم. وهاي هسه مثل ما تشوفون عيني كل شوية على الباب اللي يجي الكلاينت حتى أروح رأسا أدربهم وخلص. في الساعة هسه 9:45 خلصنا هسه الكلاينت وراجع للبيت. كان المفروض يكون عندي اجتماع بس الحمد لله تكنسل وماكو ماكو اجتماع، فهسه رايح للبيت وراجع إن شاء الله. هاي بيلا، can I have my food please؟ Oh, nice. Finally. Very good. Okay. That's cool. Good night. الوجبة الأخيرة تمن ولحم وخضرة. كولا زيرو. بنزين للسيارة. صرت للبيت، حطيت الأكل بالثلاجة مع الباتشر وحضرت الغراض والجنطة، وسمعت صوت آدم قاعد، أنا عبالي نايم، فهسه راح نصعد نشوف الدومي. هلو هلو الدومي الدومي، تعال تعال، ما يعرف شو يسوي. تعال تعال تعال، وين بابا؟ منو يقول بابا اليوم؟ يشوف صورة بابا ويقول بابا؟ منو؟ تقوس بابا، بتسلوي بابا، بتسلوي بتسلوي نروح. باي باي، بكا 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 بكا، باي باي. Oh,